بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الأعزاء، إن شاء الله اليوم نبدأ المحاضرة الأولى corneal disorder. يعني قدر الإمكان راح نحاول نبسط المحاضرة على اللي نقدر عليه إن شاء الله، بما أنه تستفيدون به والباوربوينت موجودة قدامكم. إن شاء الله نحكي عن corneal disorder. الكورنيا نبدأ بالأناتومي، بداية بسيطة حتى بس تتذكرون شنو اللي أخذناه بالأناتومي المفروض بالبيزك انتو اخذتوه. عندنا الكورنيا consist of 5 layers، نبدأ من الابيثيليوم ثم البومانز ممبرين اور بومانز لاير ثم الستروما ثم الدسمت ممبرين ثم الاندوثيليوم. اذا يعني ابيثيليوم البومانز الستروما الدسمت ممبرين اندوثيليوم، يعني ممكن نختصرها حتى نتذكرها اي بي سي دي اي. الاي هو الانتيرير ابيثيليوم، البي هي البومانز ممبرين، السي هي الكورنيال ستروما، الدي هي الدسمت ممبرين، الاي هو الاندوثيليوم. طبعا لو نشوف احنا هو الجزء الاكبر هو ستروما اللي هي عباره عن كولاجين فايبر موجود بها كميه قليله من الفلويد، هي بارشيالي ديهايدريتد. تمام، هنا مره اخرى هذا السلايد. اذا قلنا اي بي سي دي اي، الاي هي الانتيريور ابيثيليوم، البومانز الكورنيال ستروما، الدسمت ممبرين، الاندوثيليوم. اهم واحد بهم هو الاندوثيليوم. مثل ما قلنا والابيثيليوم هو كان بي ريجنريتد، يعني لو صار عندي تروما تو ذا ابيثيليوم هو كان بي ريجنريتد within 24 to 48 hours. البومانز لاير او الستروما او الدسمنت برين او ايفن الاندوثيليوم كان نوت ريجنريت، يعني من يصير عندي تروما تو ذا ستروما وذات ليد اور ويل لي تو كورنيال اوباسيتي. الاندوثيليوم هو جزء مهم جدا وهو الاهم في الكورنيا لانه هو المسؤول عن البارشالي ديهايدريشن اوف ذيس تروما، يعني انه اكو كميه قليله من الفلويد موجود ويا الكولاجين فايبر بالستروما، ولذلك هي الكورنيا از ترانسبيرنت، يعني هي شفافه، هو جزء شفاف الكورنيا. ليش ترانسبيرنت؟ هي اولا partially dehydrated والمسؤول عن هذه الخاصيه هو الاندوثيليوم ببمب ميكانيزم، يعني دائما يطلع لي فلويد من الاستروما باتجاه الانتيرير تشامبر او باتجاه الانتيرير تشامبر. والسبب الثاني قلنا انه ليش الكورنيا هي از ترانسبيرنت، هي شفافه اولا انه partially dehydrated الكورنيا تز partially dehydrated، الثانية تز avascular ما بيها blood vessels، النيرف اللي موجودة هي demyelinated nerve يعني ما بيها مايلين شيث حولها. هو هذا اللي يخلي لي طبعا. والكولاجين فايبر اللي موجود بالستروما هو regularly arranged. تمام، طيب فنجي على الكورنيا بصورة عامة. إن المهم الموضوع المهم جدا بها هو الكورنيال ألسر، it is emergency corneal ulcer. corneal ulcer هي قرحة القرنية، أنا من أشوفها يعني هذا it is emergency need، يعني immediate treatment or immediate management. corneal ulcer مصطلح عام، ممكن الكورنيال ألسر هذا هو يا إما infected يا إما نسميها sterile ulcer، يا إما infected ulcer يا إما sterile ulcer. infected ulcer يعني يا اما بكتيريال يا اما فايرال يا اما فانجل يا اما اكانث اميبا، اكانث اميبا يعني باراسايت. تمام، فاذا اني من اشوف اقول كورنيا ألسر لازم اعرف انه هذه هي انفكتد اور نون انفكتد. انفكتد كورنيا ألسر قلنا يا اما بكتيريال بالبرود سبيكترم، يا اما بكتيريال يا اما فايرال يا اما فانجل يا اما اكانث اميبا هي اللي هي باراسايت. تمام، النون انفكتد اللي هو ستيرايل ألسر طبعا هذا توبك وحده ان شاء الله نتكلم عنه مستقبلا. اللي يهمني هو الانفكتد كورنيال ألسر اور انفكتيف كورنيال ألسر. تمام، من تجيني اني اشوف هذا المنظر اللي الصوره اللي قدامي هذه، اني الى الان ما اعرف هذا بكتيريال او هذا فنجل او هذا اكانث اميبا، لان الفيرال ممكن يعني يكون صوره مو هاي الصوره يكون اوضح، لكن هو بصوره عامه اقول هذا كورنيال ألسر. تمام، كورنيال ألسر، كورنيال ألسر موجود كورنيال اوباسيتي وياها انفلتريشن، يعني الانفلتريشن اكو لازم حتى اقول هاي كورنيال ألسر. تمام،
Presenting symptom of corneal ulcer بصورة عامة دا أتكلم إذا هي whatever bacterial or fungal or viral. Bacterial on top of list هو ال pain and irritation plus minus طبعا أكيد plus blurring of vision, photophobia, redness, watering, discharge, eyelid swelling. تمام، فهو المهم يجي presenting symptom of bacterial corneal ulcer is pain and irritation with the blurring of vision. الفنجل blurring of vision يعني زائد الريدنس. شوف ال pain and irritation هو آخر شيء، يعني إن الفنجل تنطيني ساين أكثر ما تنطيني سيمتوم، عكس البكتيريا تنطيني الأكثر سيمتوم. يجي المريض يعني in severe pain. الفيرال ينطيني discomfort and gritty feeling، يعني كأنه يقول لك أنا والله أحس رمل بعيني تقريبا، يعني وياها redness, photophobia طبعا, watering, blurring of vision. كلهم ممكن يسووا لي blurring of vision، كلهم ممكن يسووا لي pain، كلهم ممكن يسووا لي redness طبعا، لكن من اللي يجي بالبداية؟ قلنا البكتيريال pain هو ال presenting feature. الفنجل ال presenting feature مالته blurring of vision و redness، موجود redness و blurring of vision الصورة مغوشة ويا المريض، ال pain أقل بالفنجل. الفيرال يجي discomfort و gritty feeling. الساين البكتيريال هو epithelial defect مثل ما شفنا بالصورة الأولية، epithelial defect يعني with large infiltrate and conjunctival injection. epithelial defect شلون أعرفه؟ أعرفه عن طريق stain موجودة، فلوريسين stain موجودة بالموجود المفروض عندنا بالعيادة. حط المريض زيلوكين وأنطيه فلوريسين strip، راح تشوف إذا there is epithelial defect يعني ما موجود epithelium erosion epithelial erosion. الستين this will stain the stroma not stain the epithelium، يعني انه الابيثيليوم مشيول ولذلك بدأت تبين لي الستروما. With large infiltration للليكوسايت and conjunctival injection plus minus anterior chamber reaction hypopion. hypopion هو معناها bus in the anterior chamber. bus in the anterior chamber this definition of hypopion. anterior chamber reaction يعني ألقى cells and flare in the anterior chamber. anterior chamber هو space between the endothelium of the cornea and the iris. هذا السبيس اسميه anterior chamber. المفروض هو clear بس من القى ب cells and flare يعني كانه مثل الدخان والتراب ب اقول هذا there is anterior chamber reaction. الفنجل sign representing sign is gray or whitish stromal infiltrate with indistinct fluffy margin. يعني مثل ما قلنا هو يجي بساين اكثر مما هو يجي بسيمتوم. الساين هو gray or whitish stromal infiltrate deep infiltration deep with a fluffy margin. هاي it is a specific for fungal bacterial ulcer. feathery branch like extension مثل الريش طالع الكورني ألسر، يعني extension من عندها مثل الريش plus minus satellite lesion and hypopion. hypopion it is pus in the anterior chamber. viral punctate or stellate pattern. الفيرال not missed with fungal or bacterial. viral الصورة مالتها واضحة جدا. linear branching ulcer with or without terminal buds وطبعا stain with fluorescein ايضا. plus minus reduced corneal sensation especially in herpes zoster. فاذا عندي bacterial epithelial defect plus minus hypopion anterior chamber reaction. عندي هنا deep stromal infiltrate with fluffy margin or feathery branch like extension plus minus hypopion. عندي الviral dendrite ulcer or stellate ulcer or punctate with linear branching plus minus reduced corneal sensation. طيب هذا المنظر يعني it is a typical feature in of fungal. انه انا عندي يعني اشوف لو I describe this picture or this patient in a clinic, this eye it is angry eye, يعني عين this congestion, redness, كل هذا موجود هنا نشوفه. There is a corneal clouding or corneal opacity in the center, deep in the stroma, whitish lesion and plus hypopion. hypopion هذا هو pus in the anterior chamber. هذا الhypopion ورا الكورنيا بالanterior chamber. فهذا for differential diagnosis انه انا اشوف المريض اسال عن الهيستوري، اساله بالهيستوري اوف diabetes, history of immune compromised patient, whatever the cause,
it is go with a fungal more than bacterial or more than viral. History of trauma, it is go especially plant trauma, it is go with fungal. History of contact lens wearing is go with acanthamoeba more than fungal or bacterial. History of surgery, other ask or other question in history about pain, about vision, blurring of vision, and extra. Examination, you will examine visual acuity, تشوف المريض ايش قد شايف تمام, وتشوفها على الاستلام examination, and stain the cornea to show there is epithelial intact or epithelial erosion, and examine the anterior chamber and even posterior chamber if you can see. If you can't see the posterior chamber by contact lens or by indirect contact lens, especially we called 90 contact lens in a clinic, you can send the patient for ultrasound to show the extension of this infection from anterior chamber to the posterior chamber. This may lead to endophthalmitis. And after that, scrape or swab from this ulcer and send for culture and sensitivity. We start empirical treatment, wide spectrum antibiotic I will discuss later. This slide it is specific for يعني viral. Right side this viral. I can't call or I can't suggest or I can for this bacteria or fungal. No, it is viral. Specific for viral. This specific corneal ulcer. It is specific for viral ulcer. Whatever it is, herpes simplex or herpes zoster. This is, could be bacterial, could be fungal, could be acanthamoeba. تمام؟ فالviral it is a specific dendritic-like ulcer. واضح جدا مثل شعيرات متشعرة. وتأخذ stain دائما تأخذ stain by fluorescein stain. Complication of corneal ulcer بصورة عامة وتفر هي bacterial, fungal, viral, acanthamoeba. هو الديسماتوسيل. الديسماتوسيل هو الديسمت ممبريني اللي موجود قبل الاندوثيليوم مثل ما اخذناه بالاناتومي, يعني يصير بي كانه يعني ينفخ قدام تطلع الكورنيا. ديسماتوسيل بيرفوريشن, ممكن بيرفوريشن اند اتس كومبليكيشن انه الكورنيا بدأت تضعف 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 بسبب الكورنيا ألسر, ايفن بيرفوريت انه خلاص العين تنفجر وتصير اندوفثالمايتس اند لوس اوف فيجن. انتيرير ساينيكيا, انتيرير ساينيكيا هي attachment or fibrosis between the iris and cornea, posterior surface of the cornea. Iris prolapse, ممكن إذا صار عندي perforation الiris تطلع برا الiris. Expulsion of lens, even the lens, crystalline lens تطلع برا, and vitreous intraocular hemorrhage, endophthalmitis, panophthalmitis. Other complications, secondary glaucoma ممكن يصير بسبب السينيكيا. Anterior capsular cataract, تحدول cataract staphyloma formation. فكل الكومبليكيشن انه انت ممكن الكورنيا تضعف يصير ديسماتوسيل or rupture, واذا صارت rupture this patient يعني may lose vision. Other complication قلنا هي ممكن يصير anterior sinica, posterior sinica, endophthalmitis, panophthalmitis, secondary glaucoma, cataract and staphyloma. Staphyloma العين كلها تطلع قدام كلها. هذه كورنيال هيز احنا نسميه كورنيال اوباسيتي. طبعا راح تسوي لي بليرنج اوف فيجن بسبب الكورنيال ألسر. يعني اذا الكورنيال ألسر طابت ممكن يعني هيلينج يعني السيكولي مالتها ممكن يصير تترك لي كورنيال هيز وبالتالي راح تاثر لي على الفيجن. هذا المريض راح يشتكي من بليرنج اوف فيجن قدامه عتامه. هذا اللي نشوفها يسموها لوكوما ادهرنت. اللوكوما ادهرنت انه الايريس الهاي كورنيا ألسر الكورنيا بهذا المكان ضعفت 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 الى ان بدت راح يعني بيندك تو بيرفوريت انه ممكن راح تنفتح العين, فبالتالي الايريس تجي تلطش عليها من ورا من الكورنيا
از ديفنس ميكانيزم كانه رقعه فتسد اسميها لوكوما ادهرنت يعني انه اتاتشمنت اوف ذا ايريس تو ذا بوستيرير سيرفيس اوف ذا كورنيا او سام تايمز اذا انا اسميها للبريفري اسميها بوستيرير سايني انتير سايني كده. Other melting of the cornea, this feature إنه الكورنيا خلاص انتهت تقريبا حنسميها melting يعني bending to perforate ممكن بفركة عين العين تروح هذه الاستافيلوما كل العين صارت يعني عبارة عن ملطشة fibrosis between الكورنيا والإيريس واللينس وكلها تطلع قدام طبعا هذا المريض loss of vision and يعني final treatment هو enucleation إنه نفرغ للعين ونحط له عين صناعية. فاذا احنا هسه نبدي على البكتيريال كيراتايتس، البكتيريال كيراتايتس نقصد بيها اللي هي انه الكورنيال ألسر. الكورنيال ألسر قلنا هي اما بكتيريال، فايرال، فنجال، اكانث اميبا، تمام؟ تكلمنا بصوره عامه انه انا قدامي الصوره، الفايرال صورتها واضحه، البقيه هم ممكن يتشابهون، انا شلون افرق بيناتهم؟ افرق عن طريق الهستري، افرق عن طريق الساين او عندي examination مع السليت لام وعندي فلوريسين وبعدين عندي swab and corneal scraping for culture and sensitivity اخذ من هاي الالسر وادزها حتى يقول لي والله هذا فنجل او يقول لي هذا بكتيريال او اكانث اميبا. طبعا انا ابدي بصوره عامه ابدي على انه هو يعني انه يكون هو بكتيريال وانطي امبيريكال تريتمنت اوف بكتيريال الا اذا عندي يعني احلف 100% انه هذا فنجل او اكانث اميبا. الفيرال واضح مثل ما قلنا يعني صورته واضحه جدا يعني. نرجع للبكتيريال كيراتايتس هو كيراتايتس يعني انفلاميشن اوف ذا كورنيا بكتيريال بسبب البكتيريال. بريديسبوزن فاكتور بصوره عامه كونتاكت لينس وير. كلهم الكونتاكت لينس وير خاصه ممكن تسوي لي فانجل، ممكن تسوي لي اكانث اميبا، ممكن تسوي لي بكتيريال. الاغلب تسوي لي اما بكتيريال وعلى الاغلب التوب اوف ذا ليست هي تسوي لي اكانث اميبا كيراتايتس الكونتاكت لينس وير. وخصوصا اللي يلبسوها فترات طويله انه يعني يغسلون بها او ينامون بها هاي مشكله الكونتاكت لينس اور البور هايجين بصوره عامه من يلبسوها او ينزعوها. كرونيك اوكيولار سيرفيس ديزيز، كرونيك اوكيولار سيرفيس ديزيز لايك كرونيك دراي اي ديزيز، كرونيك اليرجي، عندي رابنج لاشز، انتروبيون، اكتروبيون، هاي كلها يسموها كرونيك اوكيولار سيرفيس ديزيز. انه هو السيرفيس نوت هيلثي وبالتالي هو بريديسبوزنج فور بكتيريا كيراتايتس. كورنيال هايبوستيزيا، كورنيال هايبوستيزيا انه المريض ما يحس يعني احنا كورنيا هايلي سنسيتيف ذا موست سنسيتيف بارت ان ذا بودي ات از ذا كورنيا. السنسيشن يجيها منين؟ طبعا يجيها من الترايجيمينال من الاوفثالميك برانش اوف ترايجيمينال. فاذا صار عندي ديكريز ان ذا كورنيال sensation انه انا ممكن يصير العين تنضخ وانا ما اعرف بيها وبالتالي هي predisposed for bacterial keratitis. اشهرهم هو الهربس زوستر يسوي لي decrease corneal hypo corneal decrease the corneal sensation. الساين هو expanding oval yellow white dense stromal infiltrate ممكن نشوفها بهنا قلنا بالبكتيريال شوفها هنا يعني white condensed yellow white وبستروما ديب بالستروما طبعا والعين بيها angry eye قلنا redness and congestion. stromal suppuration and hypopion قلنا اذا هاي الكورنيا ألسر انت المريض هو neglect يعني his او himself العفو ممكن يجيك يعني خصوصا مرضانا يجون متاخرين انه هذا الليجن اكسباندنج تو فورم هايبوبيون. هايبوبيون مثل ما اتفقنا عليه هو بس ان ذا انتير تشامبر خلاص الانتير تشامبر نت كلير اصبح بي بس عباره عن وايت بي سي اند اورجانيزم. تريتمنت بصوره عامه عن البكتيريال كيراتايتس هم توبيكال سيبروفلوكساسين 0.3% or ofloxacin ننطي 0.3% بصورة عامة. طبعا ممكن اليوم الجديد اللي افضل ننطي بحقيقة هو ننطيهم الفيجا موكس or التايمر ثم مور وايد سبكترم ينطيني فور بكتيريال كيراتايتس. الله اكبر الله اكبر. فاذا اني يعني من الفيتشر من السيمتوم من اسال على بريدس فنز فاكتور ادز المريض ابدي له از بكتيريال كيراتايتس وقبل لا ابدي
بكتيريا الكيراتاتس اخذ من الكورنيا سواب اند ايفن سكريبنج، يعني شوي احفر بيها بالسرنجه مال انسولين وادزها للمختبر، وانا راح ابدي له از بكتيريال كيراتايتس وذ وايد سبكترم انتي بايوتيك الى ان انتظر تجيني النتيجه من المختبر. ما انتظر، لازم انطي قبل، انطي تريتمنت ورا ما اسحب بالعياده او بالمستشفى، اسحب له وادز السامبل للمختبر وابدي له للمريض يبدي بتريتمنت اورلي، يبدي تقريبا يبدي اورلي بلس ماينس انطي سيستميك انتي بايوتيك اللي هو ايضا السبرو فلوكساسين بلس ماينس، انطيهم انالجيزيا اذا اكو بين، انطي لازم انالجيزيا وانطي يعني البين سيستميك، انطي سيستميك انالجيزيا نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، وانطي ممكن اتروبين، اتروبين هو يسوي لي ميدرياسز اور سايكلوبنتوليت تو ريليف البين ان ذا اي. فانجل كيراتايتس، الفانجل قلنا البريزنتنج فيتشر مالتها ساين مور ذان سيمتوم عكس البكتيريا، البكتيريا يعني تجي السيمتوم اكثر من الساين. والفانجل هو الليجن الاوسع الاعمق اللي قلنا هو ديب سترومال انفلتريت جريش وايت ألسر which may surrounded by feathery infiltrate، قلنا هي مثل الريش feathery infiltrate slow progression and occasionally hypopion، ومرات نلقى الهايبوبيون هو قلنا بس in the anterior chamber. والفانجل هي ابطأ من البكتيريا اللي هي more prolonged course in progression and even in responding to treatment very resistant to treatment. غالبا تنتهي المريض ينتهي غالبا انه اذا حافظنا على الانتيير تشامبر انه الانفكشن not spread to the anterior chamber at posterior chamber يعني it is good يعني to do keratoplasty انه نزرع له قرنيه بعد ذلك، يعني نسميها therapeutic keratoplasty لانه حقيقه يجي ديب وايد انفلتريت للستروما الكورنيا. الفانجل بريدسبوزنج فاكتور هو قلنا تروما، اكثر شيء تروما فريكوينتلي بريسيد باي اوكيول تروما وذ اورجانيك ماتر، يعني غالبا ذول الفلاليح انه يشتغل فلاح يقول لك ان شكيت بعيني غالبا انت تقول هذا والله فانجل، يعني اذا انطاك هيك هيستوري. تريتمنت مالتهم بسرعه قلنا ايضا يعني انا اسال على الهيستوري، اسوي الاكزامينيشن كامل الفيجوال اكيوتي واشوف الانتيير تشامبر والبوستيير تشامبر، اذا ما قدرت اسوي له الترا ساوند اكمل كل الخطوات مالتي، اخذ له مثل ما اتفقنا كورنيال سواب اند سكريبنج فور كلتشر اند سنسيتيفيتي وادزه للمختبر وابدي له تريتمنت على طول. توبيكال انتي فانجل ايجنت اذا هو انطاني هذا الهيستوري مال اوكيلو تروما اتوقع انه هذا والله اقول هذا فانجل، انطي توبيكال انتي فانجل اللي هو النتامايسين اور الانفوتيريسين بلس ماينس سيستميك ثيرابي اف سيفير، طبعا موجوده سيفير انطي سيستميك ثيرابي، ايضا موجود عندي الكيتوكونيزول اللي هو الديفلوكان 150 ملغ بير كي جي. بالاخير مثل ما قلت هذول غالبا ينتهون بنتريتك كيراتوبلاستي اف ان ريسبونسيف لانه المشوار طويل والمرضى يجون متاخرين جدا يعني، فعلى الاقل اني انه يعني انقذ الاي انه ما تروح الانفكشن ما يروح بوستيريرلي، على الاقل يبقى بالكورنيا، الكورنيا ممكن ابدلها بعمليه ترقيع قرنيه اسميها بنتريتنج كيراتو بلاستي. طيب الثالثه الاكانثاميبا كيراتايتس، الاكانثاميبا كيراتايتس قلنا المور بريدسبوزنج فاكتور هو الكونتاكت لينسوير سيمتوم وورث ذان ساين، يعني الاكانثاميبا السيمتوم ما تجي ويا الساين، يعني انت تشوف مرات المريض يجيك ما تلقى ساين قليله جدا بس البين ان سيفير بين الا كانت مي بس سيفير 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 بين، عكس منه عكس الفنجل، الفنجل يجيك الكورنيا رايحه والمريض ما يشعر حيل بين. يجمع بيناتهم بين هاي البين الاكانثاميبا والفنجل يعني هو البكتيريال، البكتيريال يعني السيمتوم تساوي ساين، تمام الاكانثاميبا السيمتوم مور ذان ساين، الفنجل ساين مور ذان سيمتوم. الأكانثاميبا قلنا هو يجي يشوف هاي الصورة هنا، الصورة هنا اللي على اليسار الأعلى إنه small patchy anterior stromal infiltrate، نجي نقاط صغيرة على البيريفري، والباث جنومونيك هو نيجا perineural infiltrate، perineural infiltrate إنه احنا قلنا إن الكورنيا مليانة نيرفز بس هي unmyelinated ما تنشاف قوة، تنشاف بس على استتلام، أو يسموها الراديال
keratoneuritis. It is the cause of severe pain. It is the cause of severe pain in acanthemy bacteritis is radial keratoneuritis. تمام؟ ممكن progress to ulcerate. راح تصير لي ulcer بال center of the cornea. تأخذ ring shape, ring abscess بالضبط على قد ال contact lens. And small satellite lesion. Even bistromal opacification if presented later. إذن الأكانثاميبا بصورة عامة المريض يجيني in severe pain. الساين قليلة. الساين الباثجنومونيك radial keratoneuritis or perineural infiltrate. Ring abscess هذه feature أخرى نلقاها موجودة specific for أكانثاميبا. اللي predisposing factor هنا الكونتاكت لينس ويرر. تريتمنت طبعا نفس الشيء أنا أخذ هيستوري من المريض examination complete examination أسوي له إذا أنطاني يعني history of contact lens wear وإنه الساين قليلة جدا والبين سيفير ولقيت ال radial keratoneuritis خلاص أخذ له أيضا culture أخذ له corneal swab and scraping وأدز culture sensitivity وأبدأ بتريتمنت إذا أنا والله قلت هذا more specific or more probably إنه هذا أكانثاميبا I can start treatment by chlorhexidine or polyhexamethylbenzoate. تمام هذا هو specific for أكانثاميبا plus minus نعطيهم antibiotic حتى الفنجل أنا لازم أغطي له بأنتيبيوتيك يعني إنه for secondary infection أنطي pain killer يعني نونستيرويدال أنتي إنفلاماتوري وانطيهم اتروبين حتى يسوي لي مدرياسيز ريليف البين بالاي فاذا يعني هذا التريتمنت مال اكانثاميبا باختصار نجي على الفايرال قلنا الفايرال واضح جدا يعني ما نقدر يعني خلينا نقول نخلط ويا اللي سبقناهم الاكانثاميبا ربما ويا الاكانثاميبا شويه لكن ويا الفنجل ويا البكتيريال اللايكلي الفيرال هو يا اما هربس سيمبلكس ابيثيليال كيراتايتس يا اما يجيني هربس زوستر هربس زوستر مور سيفير اور ان مور اجريسيف الفيرال كيراتايتس الهربس سيمبلكس ابيثيليال كيراتايتس من اسمها انه بعد هي بالابيثيليال ليفل تجيني على دندريتك السر وذ تيرمينال بالبز تيرمينال بالبز يعني شعيرات بنهايه يعني كانه شعيرات يعني هاي بالهربس سيمبلكس لأن الهربس زوستر ما بيها terminal bulbs dendritic ulcer without terminal bulbs الهربس سيمبلكس dendritic ulcer with terminal bulbs stain with the fluorescein مثل ما اتفقنا هو الفلوريسين stain the base of the ulcer and the edge of the ulcer may enlarge to become geographic ulcer يعني الدندريتك ulcer with terminal bulb إذا المريض neglect himself or the physician not recognize early this ulcer with, by fluorescein may prescribe steroid and the steroid will transform the dendritic ulcer to geographic ulcer. A geographic ulcer more worse and more spread or more enlarged ulcer from the terminal bulbs or dendritic ulcer. الفيرال طبعا الهربس سيمبلكس يعني انه الصوره مالت الالسر من تحط فلوريسين واضحه جدا ويجي المريض ممكن يجيني around the eye على الـ eyelids تلقى lesions بالسكن ينطيني الـ physicals موجودة اللي في skin lesion around the eye لأن هو يبدي ممكن around the eye بعدين يلا يدخل على الـ eye هاي تخليني إنه أنا والله diagnose this herpes simplex epithelial keratitis early and prescribe treatment early you will relieve the patient quickly تريتمنت بصورة عامة ننطيهم سايكلو طبعا هنا ما احتاج كورنيال سكريبينج اور كورنيال سواب خلاص اني من الهيستوري من شكل الالسر من السكن ليجن اللي لقيتها راوند ذا اي انا اقول ذس موست بروبلي يعني 100% ات از هربس سيمبلكس ابيثيليال كيراتايتس اند كان ستارت تريتمنت وذ اسايكلوفير اللي هو انتي فايرال 3% ointment 5 daily خمس مرات يحط المرهم خمس مرات باليوم اكو طبعا التراي فلورو اثمايدين بس ما موجود عندنا هنا هذا موجود بامريكا وينحط مرتين
بلس ماينس ديبريدمنت اف نون كومبلاينت. طبعا ما نسويها حقيقه، نعطيهم الاساكلوفير متوفر عندنا اور الزوفيراكس متوفر مرهم للعين 5 مرات يحطوه، بلس ماينس انطيهم اتروبين اور سايكلوبنتوليت تو ريليف بين لانه هو ان سيفير بين، بلس ماينس ننطي انتي بايوتيك تو بريفنت سكندري بكتيريال انفكشن، تو بريفنت سكندري بكتيريال انفكشن. تمام، ذس هيربس سيمبلكس ابيثيلكراتيتس فور 14 دايز، فور 14 دايز نعطيهم المرهم كومبليت ريكفري. هاي الصوره واضحه جدا انه مثل ما قلنا تز ادندريتك ألسر، هاي اللي على اليمين اللي ستيم بجرين، على اليسار عندي جيوغرافيك ألسر ستيم باي روز بنجل يسموه ستين، ذس فلوريسين ستين الجرين، ذس ريد روز بنجل ستين. الهربس سيمبلكس قلنا يا اما هو يجيني على مستوى الليفل اوف بس بعده بالابيثيليوم، او هربس سيمبلكس ديسي فورم كيراتايتس ديسي فورم، وبدينا نصل للديسمنت مبرين تقريبا للديسمنت او العفو للديسمنت مبرين، نعم او ستروما وصلنا حد ستروما. يجيني الديسي فورم كيراتايتس السنترال ابيثيليا الان ستروما الاديما، نشوف هاي نشوف اديما صايره خلاص ستروما فولت ان ديس ميمبرين، انا وصلت الديس ميمبرين اللي هو قبل الاندوثيليوم، سمول كيراتيك بريسيبيتيت على البوستيريور سيرفيس اوف ذا كورنيا اند اكوجينالي سراوندد باي فيزيلي رينج، فيزيلي رينج الواي هي كلمه المانيه اعتقد في فيزيلي رينج، تمام فيزيلي رينج ات از يعني اميون رياكشن بتوين الانتيجين اند الانتي بودي ات ذا ليفل اوف ذا ديس ميمبرين، تمام فسميها فيزيلي رينج، ات از سبيسيفيك فور Disiform keratitis. Treatment: topical steroid with antiviral cover. أنطي لازم هنا steroid بالepithelial keratitis it is contraindicated. It's contraindicated in epithelial keratitis لأنه حول لي dendritic ulcer إلى geographic ulcer resistant ulcer. أنطي steroid إذا لقيت intact epithelium. أحط fluorescein أنا هسه بالdisiform keratitis نلقى epithelium intact. ماكو there is no corneal ulcer على على level of the epithelium. نلقى هذا الفيزيلي رينج نلقاها هذا اميون اصبح اميون رياكشن بما انه الاميونيتي دخلت حتى to resolve لازم انطي ستيرويد، فانطي ستيرويد topical ستيرويد not systemic plus antiviral cover. انطي antiviral systemic اللي هو acyclovir ايضا ننطي 400 ملغرام 1 by 2 ونشوف الريسبونس. تمام هذا الجيوغرافيك ألسر اذا انت انطيت استيرويد بالابيثيليا كيراتايتس it is false it is contraindicated dendritic ulcer you will transform to geographic ulcer. هذا الهربس سيمبلكس الهربس زوستر، فقلنا الهربس سيمبلكس يا اما ابيثيليال اور ابيثيليا كيراتايتس اور ديسيفورم كيراتايتس. الهربس زوستر is more aggressive. الهربس زوستر usually the patient usually the patient is old elderly patient or immune compromised or elderly patient. It is it respect the midline never transmit to the other line respect the midline. يجي صفحة واحدة من الفيس. الهربس زوستر كيراتايتس هو يا اما يجيني اكيوت ابيثيليال كيراتايتس مثل منه مثل الهربس سيمبلكس ابيثيليال كيراتايتس اور هنا يسميه نميولار كيراتايتس نميولار كيراتايتس. الابيثيليال كيراتايتس مثل ما قلنا هو دندريتك ألسر without terminal bulb no terminal bulb in هربس زوستر كيراتايتس الكورنيال ألسر مالته develop in about 50% within 2 days of rush. يبدي برش around the eyes بالسكين بالفيس وقلنا respect the midline ما يعبر يمشي ويا الدرماتوم ويا الدرماتوم مال الترايجيمينال ابدا ما يعبر الجهه الثانيه respect the midline is specific by the gnomonic for herpes zoster develop in about 50% within 2 days of rush. يبدي الرش ممكن ورا يومين راح يبدي يدخل على الايز small fine dendritic or stellate epithelial lesion tapered ends without bulb. هذا pathognomonic for herpes zoster without bulb. Tapered ends.
resolve within a few days. In yemular keratitis will develop in about 30% within 10 days of rash. اذا 50% ورا يوم من الرش راح يبدي لي ابيثيلا كيراتيتس. نيميولار كيراتيتس ان 30% ورا 10 ايام. ملتبر فاين جرانيولار ديبوزيت جاست بينيث بومانز ممبرين، جوا البومانز. احنا تتذكر ان قلنا ابيثيليوم البومانز الستروما الديسمنت ممبرين الاندوثيليوم. ممكن طبعا الليجن بالستروما راح ينطيني هيلو، هيلو اوف سترومال هيز او سترومال هيز، انه الدنيا مضببة أو غمامة قدام المريض. may become a chronic. treatment for herpes zoster keratitis هو topical steroid if appropriate. يعني إنه أني لازم ما أنطي الستيرويد، طبعا أنطيهم إذا لقيت بالإبيثيليال keratitis contraindicated. contraindicated to give steroid. ننطيهم topical and systemic antiviral. topical ننطيهم السايكلوفير 5 times daily وننطيهم سيستميك. لازم هنا سيستميك، انطي لازم سيستميك بالهربس زوستر. سيستميك انتي فايرال اللي هو الزوفيراكس، ايضا السايكلوفير ننطيه 800 ملي جرام خمس مرات باليوم. 800 ملي جرام بالنميلور كيراتايتس هي ايضا هي تقريبا فيتشر اوف اميون، لذلك لازم انطي ستيرويد لازم وياها كفر باي انتي فايرال systemic. This feature skin feature of herpes zoster يعني هو حرق، يسموه حزام الناري بمعنى الكلمة حرق. يجي المريض in severe pain burning sensation لا يستطيعون ان يصل المرحلة بهم suicidal attack ينتحرون بسبب الفين البين اللي موجود عندهم. لذلك يجون هم بسكين feature يروح على ابو الجلدية، ابو الجلدية راح ينطي treatment ينطي treatment for skin lesion ايضا acyclovir cream skin cream وينطوهم antibiotic fusitin ايضا كريم وينطي pain killer لازم systemic pain killer. واني كophthalmologist مثل ما اتفقنا اشوف اكو corneal ulcer يعني epithelial defect لا if there is epithelial defect انطي topical antiviral and systemic antiviral no steroid. اذا ما there is no epithelial ulcer موجود عندي نميولار كيراتايتس يعني موجود على مستوى استروما فقط انطي ستيرويد توبيكال ستيرويد بلس سيستميك انتي فايرال. سيستميك الهربس زوستر لازم تنطي سيستميك انتي فايرال اسايكلوفير 800 ملي جرام. وطبعا ننطيهم بين كيلر ونسوي لهم فولو اب للبيشنت وننطيه سايكلوبنتوليت اور اتروبين ايضا حتى تو ريليف ذا بين. قلنا هو respect the mid line never transmit to the other line or side. هاتشينسون ساين، هاتشينسون ساين it is يعني العالم اللي قالها انه اذا صار عندي involvement هو بسبب انه trigeminal nerve cornea and lateral dorsum and tip of the nose. اذا صار عندي involvement للtip of the nose تمام يعني انه 100% راح يصير involvement للآي تمام. يعني إذا شفتها لقي صار at tip of the nose غالبا أو 100% راح يصير involvement للآي سموه Hutchinson sign. قلنا هو ليش لأنه nasocellular branch of trigeminal nerve innervate the cornea and lateral dorsum on top of the nose. نفس النير يغذي لك اللي هو nasocellular branch اللي جاي من الترايجمينال يغذي لي التيب اوف ذا نوز والكورنيا. فلذلك اذا صار بالتيب اوف ذا نوز راح يصير بالكورنيا هاتشيسون ساين. فتكلمنا عن الكورنيا السر بصوره عامه قلنا هي انفكتد نون انفكتد. الانفكتد قلنا هي بكتيريال فانجل اكانثاميبا فايرال كلهم امرجنسي نعتبرهم طبعا ولازم تتعالج المريض بسرعه. وانت تعتمد على انه هذا بكتيريال او فنجر او بكتيريال فنجر فايرال اكانثاميبا حسب السيمتوم الساين الفيتشر اللي انت شايفها قدامك. والفايرال انت لا تخطئها غالبا الاكانثاميبا ينطيني هيستوري اوف كونتاكت لينس والسيمتوم مور ذان ذا ساين الفنجر الساين مور ذان ذا سيمتوم والفنجر مور ديب مور aggressive more progressive disease or long duration or chronic disease usually
البكتيريال هو يجمع بيناتهم، الفيصل بيناتنا هو الكورنيال سواب اند سكريبينج فور كلتشر اند سنسيتيفيتي، تمام؟ وكل واحد حسب التريتمنت مالته. اتيولوجي اوف ريفا اسرتيف كيراتايتس، قلنا يا اما هو انفكشوس وحكينا عنها، البكتيريال موست بروبلي هو ستافيلوكوكال وستريبت اور فايرال هيربس سيمبلكس والهيربس زوستر اكانثاميبا اند فنجل، حكينا عنهم انفكشوس. النون انفكشوس هو المورن السر تيرنز مارجنال ديجنريتين بليوسيد مارجنال ديجنريشن بروفرايتس كيراتوكونجكتيفايتس سيكا نيوروترافيك اند نيوروباراليتيك نيوتريشنال ديفيشنسي اوكيولار كيميكال انجري كونتاكت لينز تروما بوستيرجيكال، دول كلهم causes of non-infectious corneal ulcer non-infectious corneal ulcer او نسميهم sterile corneal ulcer بصورة عامة، انه انا ما عندي infection هو بسبب مورن ulcer تيرن، اشهرهم هو المورن والتيرنز، اشهر اثنين المورن مورن ulcer والتيرن marginal degeneration، تمام؟ هاي كديفرنشال diagnosis مهمة جدا واحد يعني يحفظها. نجي على البيرفرا اسيرتيف كيراتايتس البي يو كي، يعني مهمه جدا هذا الجروب اوف انفلاماتوري ديزيز هوز فاينل كومن باث واي از بيرفرا كورنيا ثيننج، انه دول يسببوا لي كورنيال ثيننج بالبريفري اوف ذا كورنيا، بالبريفري اوف ذا كورنيا تصير الكورنيا فيري ثين. لذلك بصوره عامه اني انه هذا انفكشوس نون انفكشوس كلمه بيدال بيدال بي اي دي اي ال بيدال بين، تمام؟ هذا more specific for infectious. الE epithelial erosion هذا more specific for infectious cornea ulcer epithelial erosion. D هو ال 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 discharge، أكو عندي discharge العين تطلع من عندها إفرازات، هذا خلاص هذا أقول والله more with infectious corneal ulcer. الA IC reaction بالأنتيه chamber reaction لقينا قلنا بالأنتيه chamber reaction cells and flare. ال L هو اللوكيشن، اللوكيشن اذا كانت الكورنيال ألسر بالسنتر اوف ذا كورنيا موست بروبابلي ات از انفكشوس، بالبيريفري موست بروبابلي ات از نون انفكشوس ستيرايل ألسر. البيريفري هم ذول المجموعه يسموهم بي يو كي بيريفرال السيراتيف كيراتايتس جروب، هو انفلاماتوري ديزيز نون انفكشوس انفلاماتوري كوز بيريفرال كورنيا ثيننج ثيننج اند اور ulceration preferentially affecting the peripheral rather than the central cornea and spread around the margin. It should be noted that any cause of corneal ulceration can affect the periphery. هذا ال PUK واضح جدا، يعني مو بالسنتر بالperiphery، no infiltration ما عندي infiltration، البين قليل، there is no discharge، تمام، there is no reaction in the anterior chamber، نشوف a peripheral thinning in the cornea peripheral ulcerative keratitis it is immune or inflammatory disorder. هذا ال PUK peripheral ulcerative keratitis is a chronic disease usually in adult يكون more aggressive than the elderly. It's immune and or inflammatory disorder cause thinning of the cornea at the periphery or peripheral cornea. PUK associated with systemic autoimmune disease وهي خطورتها. ال PUK مو بس انه اني مشكلتي بالكورنيا فقط، مشكلتي انه هاي associated with systemic or underlying systemic autoimmune disease. على رأسهم المشهورين جدا هسه راح ناخذهم كديفرنشال دايجنوست انت لازم تفكر بيهم اللي هو ال SLE الروماتويد ارثرايتس بولي ارترايتس نودوزا، هاي المجموعه لازم انت اكسكلود ذس بريفرال اسيرف كيراتايتس ماي بروسيد اور فلو ذا اونست اوف سيستميك ديزيز، يعني هي ممكن تجيك كبدايتها بريفرال كورنيال ثينينج اور بي يو كي، بس هو يعني ممكن يكون ا كوز اور اسوشيشن اوف اندرلاينج سيستميك اوتو اميون ديزيز سيفير بريفرال كورنيال انفيلتريشن التريشن اور ثينينج ان اكسبلايند باي ايفيدنت اوكولار ديزيز should prompt a search for associated systemic collagen vascular disease. Clinical feature, crescent ring ulceration and stromal infiltrate of the limbus, limbitis, if scleritis or scleritis are usually present, circumferentially and occasionally, يعني دائر مدار الكورنيا, central spread in contrast to modern ulcer
The proceed may also extend into the sclera, and the stage disease may result in contact lens cornea. يعني كأنه الكورنيا تصير عبارة عن contact lens. يعني البريفري مالته كلها محفور تبقى بس بالسنتر. المودرن ألسر يعني هي تبدأ بالبريفري أيضا وتروح باتجاه السنتر. Peripheral corneal thinning. It is an inflammatory disorder. Immunological disorder. It is aggressive disease and associated with severe pain. The disease may begin as a several patchy peripheral stromal infiltrate that then coalesce تجتمع يعني تبدأ بالperiphery commonly in the region of the peripheral or of the palpebral fissure. Sorry. Generally there is involvement up to the limbus. إنه أنت توصل لحد الليمبس. There is involvement up to the limbus. The ulcerative process spread circumferentially and then centrally to involve the entire cornea eventually. الكورنيا كلها راح تروح. Differential diagnosis between or يعني how can differentiate between this? It is a Morin ulcer or PUK. قلنا ال PUK لازم associated with underlying systemic colline disease. Collagen vascular disease يعني مثل ما قلنا rheumatoid arthritis, SLE, polyarteritis nodosa. ذول لازم يعني usually associated searching for this انه انت تروح تدور عليها. ال Morin ulcer not associated with any systemic abnormality except for occasionally association with hepatitis C. يعني Morin ulcer لها association with hepatitis C. اذا تشوفها ممكن تدز المريض for lab investigation for hepatitis C. No any underlying collagen vascular diseases with Morin ulcer. No scleral involvement عكس ال PUK انه تروح تسوي السكليرايتس. No clear zone exists between the ulcer and the limbus. تاخذ لي الكورنيا كلها تقريبا عكس ال PUK اكو clear zone between the cornea and the limbus. هذا كفروقات بيناتهم. وهذا واضح جدا الصورة عندي على اليمين هنا it is a PUK عندي اكو there is a clear zone between the limbus and the cornea تمام بينما هنا عندي بال Morin ulcer no clear zone between the limbus and the cornea ويبدي لي بالperiphery ويروح باتجاه السنتر وياخذ الكورنيا 360 درجة ال Morin ulcer تمام not associated with underlying vascular collagen vascular disease may be association with hepatitis C. This is a Morin ulcer. خلصنا المشهورين الاثنين ال PUK وال Morin ulcer. نجي على الموضوع المهم جدا هو الكيراتوكونس. كيراتوكونس مرض العصر. كيراتوكونس باختصار it is a clinical entity characterized by non-inflammatory and non-infective progressive bilateral thinning of the cornea with ectasia of conical shape. يعني انه احنا قلنا الكورنيال الالسر بصوره عامه يا اما infectious non infectious. Infectious حكينا عن bacterial, fungal, acanthamoeba, viral. Non infectious حكينا على اشهر اثنين المورن الالسر والبي يو كي بصوره عامه ذولا. قلنا الانفكشوس هم infectious والبي يو كي والمورن الالسر هم inflammatory صح؟ non infectious. كيراتوكونس non-inflammatory, non-infectious. شنو تعريفها؟ It is a progressive bilateral thinning of the cornea. Progressive bilateral, لازم bilateral thinning of the cornea not caused by inflammation or infection with ectasia of the conical shape. وبالأخير الكورنيا تاخذ conical shape. Conical shape. مخروطية الشكل. This is mostly bilateral condition. Girls between 15 to 20 years affected more هو عمر المراهقة يجي overall incidence rate estimated to be 0.15 to 0.20% it manifest by adolescent مثل ما اتفقنا هو مرض المراهقين result in considerable visual impairment owing to the development of high degree irregular myopic astigmatism بالأخير القرنية إلها الله سبحانه وتعالى خلقها بشكل اسمه برولات بروليت المفروض تطلع لي زيرو ريفراكشن يعني ما عندي لا قصر نظر ولا بعد نظر ولا استجماتيزم لا مايوبيا ولا هايبرمتروبيا ولا استجماتيزم الكيراتوكونس قلنا هو progressive bilateral thinning of the cornea
ينتهي لي بكونيكال شيب. الكونيكال شيب هذا نوت برولييت شيب اسمه، يعني مخروطيه الشكل، وبالتالي راح تطلع لي irregular myopic astigmatism. هاي مشكلتها. Association of keratoconus مهمة جدا جدا. Systemic disease, connective tissue and mesodermal dysplasia. أشهرهم جدا اللي لازم ما نخطأ بيهم هم المارفان، عكس المارفان الداون، الأتوبيك ديرميتايتس، إهلر دالوس سيندروم and كراوزن سيندروم، osteogenesis imperfecta. هذول المشهورين جدا طبعا نضيف لهم اللي هم الأتوبيك ديرميتايتس، وعندنا الفيرنال كيراتو كونجكتيفايتس، انه ذولا الاهل الحساسيه، اتوبيك ديرميتايتس وال سوري الاتوبيك ديرميتايتس قلنا، ويجوا وياهم الفيرنال كيراتو كونجكتيفايتس، مشهوره جدا ومهمه جدا ما نخطئها وما ننساها. فيرنال كيراتو كونجكتيفايتس حساسيه الموسميه او الربيعيه، ذولا يظلوا يفركون بعينهم الى ان القرنيه تضعف، تمام، يصير بيها تنينج. هذا الموست predisposing factor it is عندنا مناطقنا هو الفيرنال كيراتو كونجكتيفايتس. نضيف عليهم قلنا المارفن الداون، الاهلر دارلس سيندروم، الاوستيوجينيسيس امبرفيكتا، كراوزن سيندروم، رايجر سيندروم، فلوبي ايلس سيندروم، تيرنر سيندروم، اتوبيك ديرماتايتس. مهمه جدا السيستميك اسوشيشن، يو سيرشينج فور ذس وين يو سي كاتوكونس. هاي سيستميك. اوكيولار اسوشيشن عندنا ريتيناتس بيجمنتوزا. ريتيناتس بيجمنتوزا هم العشو الليلي، اهل العشو الليلي، مشكله بالشبكيه راح ناخذها ان شاء الله مستقبلا. ريتيناتس بيجمنتوزا ليبر كونجنيتال اماروسيس، ات از كونجنيتال ديزيز، يظل يفركون بعينهم، يصير عندهم فيري بور فيجن اور لوس اوف فيجن. بلو سكليرا، كونجنيتال كاتاراكت، ان ايريديا يعني ما موجوده الايريس، ابسنس اوف ايريس معناها ان ايريديا. ريتينوباثي اوف بريماتوريتي، ذولا يجون قبل عمرهم، يعني اللي هم البريماتور بيبي اور لو بيرث ويت. فوخس ديستروفي، بوستيرير بوليمورف ديستروفي، جرانيولار اند لاتس ديستروفي. المهمين جدا بيهم جدا مهمه بالاوكل اسوشيشن، ريتيناتس بيجمنتوزا، كونجنتال كاتاراكت، ان ايريديا، قلنا بلو سكليرا، ليبر كونجنتال اميروسيس، and فوخس ديستروفي، بوستيرير بوليمورف ديستروفي، جرانيولار اند لاتس ديستروفي. دول كلهم يصيرون بالكورنيا. الالرجي كونديشن مهمه جدا، قلنا سبرينكاتار، سبرينكاتار يسموها السبرينكاتار، اللي هي الفيرنال كيراتو كونجكتيفايتس اسمها الاسم الثاني مالتها، اللي هي الحساسيه الربيعيه والاسما، تمام، يعني ذول الالرجيك رياكشن، انه عندهم حساسيه بجسمهم، جلدهم اتوبيك ديرماتايتس، بصدره اسميها اسما، بالعين اسميها سبرينكاتار، اسم القديم مالتها، الاسم الجديد مالتها فيرنال كيراتو كونجكتيفايتس، تمام. فعندي systemic association, ocular association, allergic association with keratoconus. sign مالتهم السيمتوم قبل الساين، هم شو هم يشتكون اصلا، يعني المريض هو ما راح يجي يشتكي بدايه، قلنا يعني ممكن يبدون ايرلي ايرلي، وبدنا نشوف عن حالات اطفال عندهم keratoconus يجون عندهم blurring of vision، انه اني صوره مغوشه وياي، تروح تدز المريض يطلع عنده myopic astigmatism، تمام، astigmatism انه عنده استجماتيزم، خلاص انت تشك بيه، اذا اجى استجماتيزم عالي جدا يغير النظاره كل شويه، يقول لك ليش انه يغير النظاره، لان تزداد القياسات، وات از بروجريسيف ثينينج اوف ذا كورنيا، وبالتالي بايلاترال يجي اسيمتريكال، طبعا ياخذ عين اكثر من عين، انه نظاره ده يضعف ويا الوقت، فانه يغيرون نظارتهم دائما، فريكوينت تشينج اوف جلاسز، بروجريسيف مايوبيك استجماتيزم، ذولا بليرنج اوف فيجن، ذولا هم البلس ماينس قلنا الاسوشيشن بال سيستميك اور اوكيلر اور اليرجيك. ساين مالتهم انت تشوف حصن ما حتشوف الفيجن مالته هو ضعيف، مانسون ساين. المانسون ساين مثل ما بالصوره انه المريض من يباعه جوا اللور ليد مالته يصير على شكل في، في شيب، كونفورميشن اوف ذا لور ليد برودوسد باي ذا اكتيجيا كورنيا، انه الكورنيا صار شكلها مثل المخروطيه، مخروطيه الشكل. ريزوتي ساين هو ساين تصير على سليت لام، مو مهم جدا تفهمون شلون تصير، انه مشكله بالاضاءه تصير لان الكورنيا طالعه قدام، بس اسمها ريزوتي ساين، يعني ممكن على سليت لام اشوفكم اياها بالعين اذا جتنا. الساين الاخرى على سليت لام اكزامينيشن بروميننت كورنيا نيرفز، انه تبدي الكورنيا نيرفز تبين، تشوف شكلها لانه بدا ثيننج اوف ذا كورنيا، صارت حيل ثن. عندنا فلايشر رينج، فلاشر رينج مهمة جدا. فلاشر رينج هو
It's a yellow brown to olive green ring of the pigment, which may or may not completely surround the base of the cone. تشوف وين صايرة مخروطية تلقى فلايشر رينج تبين بالجرين لايت على السلت لامب فلايشر رينج. لاين اوف فوكت اور فوكت ستراي نسميها فوكت ستراي. الفوكت ستراي هي خطوط بالكورنيا سمول اند برش لايك لاينز. هي لاينز فيرتيكال فوكت في في فوكت ستراي يعني فيرتيكال لاينز بال ستروما اوف ذا كورنيا تبين لانه صارت بها ستريتشنج يعني طبعا تختفي بس تدوس عليها على استثناء. فوكت ستراي اور لاين اوف فوكت كورنيال ثيننج راح نشوفها على استنتلام انه تبدي تضعف مثل ما قلنا هو بروجريسيف ثيننج اوف ذا كورنيا. كورنيال هايدروبس انه اذا ظلت تضعف 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 الانتير تشامبر شبي بيكوس الاكوس يصير له ديسربشن للديسمنت ممبرين ويبدي الفلويد يدخل للستروما يسميها كورنيال هايدروبس يعني اسوشيت وذ دروب اوف فيجن اند سيفير بين اند ذس ماي نيد كراتوبلاستي انه بالاخير القرنيه الا تتبدل اذا صار عندي كورنيال هايدروبس. This is a late complication of keratoconus. Sign of keratoconus اذا باختصار عندي اويلي دروب للترفلكس نشوفها بالدايركت ريتينوسكوب بوكت ستراي مثل ما قلنا vertical and the prominent corneal ulcer and the flasher ring and the scarring bulging of the lower اللي سميناها Manson sign وعندي risotti sign وعندي acute hydrops. هاي الفيتشر كلها ساين مهمة جدا هو bilateral in 85% but asymmetrical usually asymmetrical. قلنا vertical stria مرة أخرى visible of the corneal nerves, flasher ring, corneal thinning, stromal scarring and rupture of the distant membrane in late management late presentation. Management بصورة عامة انه انا هذا المريض ابو الكيراتوكونس انه مثل ما اتفقنا ديزيز منتشر عندنا مناطقنا جدا بسبب الحساسية بالعين انه يجيني هو blurring of vision, frequent change of glasses انه دا يزيد عنده الميوبيك ستيغماتيزم اخذ من عنده هيستوري ادز ريفراكشن اشوف الريفراكشن مالته المفروض اسوي له بنتاكام اكو اشعه خاصه نسميها بنتاكام اور كورنيال توبوغرافي راح تطلع لي الايرلي كيراتوكونس حتى الايرلي كيراتوكونس تطلع لي اياها حتى كل ما شخصناه مبكر كل ما كان العلاج افضل كل ما جاء متاخر كل ما كان العلاج اصعب الكيراتوكونس فديز بايليترال قلنا بروجريسيف ثيننج اوف ذا كورنيا الحقيقه الكورنر ستور بالعلاج مالته انه الايرلي دايجنوسيس to early management and stop the progression of the thinning of the cornea. The cornerstone بالكيراتوكونس to stop the progression by corneal collagen cross-linking نسميها عملية تصليب القرنية أو تثبيت القرنية. بصورة عامة عندي الأوبشنز بالمانجمنت of the keratoconus is the glasses إنه لابسة نظارات أو contact lens عدسات لاصقة يلبس الكولاجين كروس لينكينج هاي عملية تصليب القرنية عملية خاصة نحط قطرات رايبوفلافين وبعدين يجي ليزر وعملية سهلة جدا عملية بسيطة جدا عملية ناجحة وكلهم لازم يسووها خصوصا بال يعني أي واحد أنت when you diagnose keratoconus you should proceed for collagen cross linking if there is good vision طبعا حسب الفيجن مال المريض إذا هو ليت جايني وعنده صار خلاص الكومبليكيشن اوف كيراتوكونوس ما راح يفيد الكولاجين كروس لينك يسوي له لازم كيراتوبلاستي تبدل له القرنيه انترا كورنيال رينجز نحط حلقات داخل القرنيه تو ستابلايز ذا كورنيا اند يعني سترين ذا كورنيا ليزك اكسترا يعني حقيقه ليزك كونترا انديكيتد ان كيراتوكونوس بصوره عامه يعني خصوصا المايلد تو سيفير اتس كونترا انديكيتد وايفن ان مايلد يعني الا تسوي له كروس لينك ممكن تسوي له بي ار كي بس الليزك ما مفضل بالكيراتوكونس اخيرا يعني نوصل الى الكيراتوبلاستي اما ديب انتيريور لاميلر كيراتوبلاستي وهي يعني عمليه سرعه قرنيه جزئيه يعني نشيل 90% من القرنيه ومن قرنيه المريض ونخلي بس الدسمه ممبرين ونزرع عليها القرنيه الجديده وهي افضل انواع العمليات طبعا الريجكشن تقريبا زيرو والريزلت احسن او البنتريتنج كيراتوبلاستي تنشال كل القرنيه وتنجاب لها قرنيه جديده يعني عملية مكلفة عملية بيها complication لكن هي مرات آخر الدواء الكي هي آخر طريقة خلينا نقول ممكن نحتاجها في آخر المطاف
فاذا عندي جلاسز كونتاكت لينسز كولاجين كروس لينك نبدي بها هي حقيقه. يعني انا هسه المريض يجيني كيراتوكونس خلاص يعني اشوف اساله على الهيستوري، اشوف الاسوشيشن سيستميك اوكيلار اليرجيك، اشوف الفيجن مالته ايش قد تمام، اذا الجود يعني جايني مايلد تو مودريت خلاص وعنده جود فيجن لازم اكونسل ذا بيشنت فور كولاجين كروس لينكينج. كولاجين كروس لينكينج اسوي لي اياه وراها، يعني اول شيء لازم اثبت الحاله تو ستوب ذا بروجريشن اوف ذا ديزيز لانه هو بروجريسيف ديزيز، وبعدين افكر شلون اوضح له الصوره باي جلاسز باي كونتاكت لينس. ممكن نسوي له بي ار كي اذا هو مايلد ورا سنه من الكولاجين كروس لينكينج. زين اذا كل الطرق ما فادت نروح باتجاه الكيراتوبلاستي، ايذر تي بلاميلر كيراتوبلاستي اور بنتريتنج كيراتوبلاستي. هذه بصوره عامه الكيراتوكونس احنا حكينا عنها ومهمه جدا جدا، يا اما كونزرفيتيف تريتمنت باي كولاجين كروس لينكينج بلس بلس ماينس، يعني بلس يا اما نظارات او عدسات لاصقه اللي ما يريد يلبس نظارات. سيرجيكال هي قلنا يا اما نحط رينج او نحط او نزرع قرنيه او نحط فيكك اي او ال ورا ما نسوي كروس لينك.